مشاكل كتير بمدرستنا، فأخذنا إنه المدرسة لازم تكون أجمل لأنه هي بتأثر على نفسية الطلاب. تخيلنا لما نحكي مع رئيس المجلس والمديرة يعني الجهات المسؤولة رح نزيد وعيهم عن إنه المدرسة مهم تكون نظيفة ومرتبة. أول ما بلشنا شغل في المدرسة بلشنا في تحسين منظر أو مدخل المدرسة، واستخدمنا فيه إطارات السيارات ورتبناهن على باب مدخل المدرسة ودهناهن وزرعنا فيهن الأشجار. إحنا كان في عنا عدة مراحل لحل المشكلة. واحد المراحل هاي كان رسم الجداريات، وإحنا رسمنا الجدارية هاي لتحسين نفسية الأطفال الموجودين في المدرسة. ما تبقوا يجوا على المدرسة لأنه في إشي رح يلعبون لهم إشي جديد.